الست نظيره هانم نقوله. ايوه نقوله دي احنا المصريين نقول على نيكولا نقوله. نقوله اوكي. فالست النظيره دي درست علم الطهي وبعتت بره في بعثه في مش عارف حاجه اسمها ايه النسوه كده. اوكي. المهم راحت ايه بره ودرست فن الطهي علشان بعد كده اتاسس من الحركات اللي عملتها دي كلها علم بقى التربيه اللي هي التدبير المنزلي والاقتصاد الحصص بقى اللي كانوا بياخدوها زمان في اتفرجت على حلقتك مره وكنت بتتكلمي على انه خسرنا كتير ان موضوع التدبير المنزلي طبعاً مش موجود. طبعا ف والله العظيم كانت ممتعه جدا الحلقات دي الحصص دي يعني. اوكي. فالست دي راحت هي وست هانم زيها كده اسمها بهيه عثمان وعملوا دراسه بره ورجعت عامله كتاب اسمه كتاب أبلة نظيرة. هو اظن ما معروف بقى مع اللي هو كان في المتزوجون. اسم الله عليه. صفحه الملوخيه دي صفحه الوفيات. حلو. يا خوفي يا خوفي والله هدلعك. ادوق ولا اشرب؟ تدوق الاول وتقولي رايك ايه. رايي معروف رايي معروف يا ست الكل يا احلى زوجه في الدنيا. كان نفسي اعزم اصحابي مش ياكلوا يتفرجوا بس. لا الملوخيه اصلها حلوه. عملتيها ازاي؟ زي كتاب أبلة نظيرة تمام كلمة كلمة. ده كتاب نظيرة؟ هو ده صفحة الملوخية؟ صفحة الملوخية. مش ممكن دي صفحة الوفيات يا ليلى. الاسم نظيرة وهي كانت منظورة البكرة. وفي انجلترا اتعلمت أصول التدبير المنزلي في بعثة على حساب الحكومة المصرية أيام ما كانت البعثات العلمية زي المية والهواء. وبعد رحلة من التعليم والتعلم ألفت كتابها أصول الطهي بالتعاون مع زميلة ليها. كتاب اتدرس في مدارسنا قبل ما نلغي التدبير المنزلي واللي يفضل منه بس كتاب أبلة نظيرة.